السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. فيديو جديد النهارده، هنتعلم مع بعض فكره جديده لوحده نعمل بيها الجاكيت الجميل دوت. الوحده وحده عملتها من 6 اركان، لا وحده سداسيه بس. طبعا في الصوره شايفين ان هي خماسيه مش سداسيه، بس انا غيرت فيها وعملتهم 6 اركان بحيث ان انا اقدر اكبر بيهم الجاكيت زي ما انا عايز. الوحده زي ما شايفين الجاكيت بيبقى اكتر من وحده، ولو حابه مقاس صغير بيبقى وحدتين من قدام زي ما احنا شايفين، وثلاث وحدات من ورا، تمام. وبنمتد بالركن من اركان الجاكيت، بنعمل بيه بنمده فوق، وبنعمل بيه الايه الكتف بتاع حرده الباط، تمام. بعد كده انتي من الجناب الاثنين، الجنب اليمين والجنب الشمال، الركن اليمين والشمال، ممكن تعملي منه اللي هو حردة الباط، بيبقى بالشكل ده زي ما في الصورة باين معاكي. وبعدين بتركبي زرار عادي في النص زي ما انت عايزة، تمام. طبعا الاحجام بالمقاسات حسب الوحدة، يعني حردة تحت الابط بتبقى الوحدة بتكبريها حسب المقاس بتاع الحردة تحت الإبط، تمام، اللي حردة الصدر. إن شاء الله يكون الفيديو النهاردة مفيد لكم، وهنستفيد مع بعض بفكرة جديدة للجاكيت أو الكات دوت، والبنوتة مقاس كبير زي ما انت عايزة حسب حجم الوحدة، لما تكبريها بتديكي حجم أكبر زي ما انتوا شايفين دلوقتي. وضحت معاكم اكتر الصور اتشالت، فوضحت الوحدة اكتر، واحنا بنكبر بالمثلث اللي في النص اللي هو الوحدات، بتكبري زي ما انت عايزة، تمام. بالخطوات مع بعض هنتعلم ازاي نعمل الوحدة ديت، ووحدة سهلة جدا وببساطة. اللي مشاركش معانا يشترك وينورني، والمشترك يفعل زر الجرس، واللايك جميل منكم ان شاء الله يشجعني. نبدأ مع بعض الوحدة، وبنبدأ بتمن سلاسل، 8 سلاسل، وبنقفل بعد كده بمنزلقة في أول سلسلة، وبنطلع مع بعض بنسخن بس الخيط بنخليه معانا عشان تنظيف للشغل بتاعنا. بندخل نعمل الوحدات بتاعتنا والعواميد، 2 عمود. طبعا احنا بنحسب الثلاث سلاسل الاولانيين اكنهم عمود، بعدين نعمل عمود تاني بقوم 3، والمجموعة من 3 عواميد، وبعدين سلسلة واحدة، وبندخل نعمل تاني عمود، 2 عمود، 3 عمود، سلسلة، وندخل برضو. احنا ممكن نعمل العواميد دي جوه السلاسل الـ8 اللي احنا عملناها، بس المهم في الاخر بنعمل 3 مجموعات من العواميد، بينهم بين كل مجموعه ومجموعه سلسله، وهم عباره عن 6 مجموعات، تمام، 6 مجموعات من العواميد. وده 3 عمود وسلسله زي ما احنا شايفين كده، بنعد 2 3 4، وبنعمل مجموعتين تاني من العواميد، العمود الاولاني بنمسك الخيط برضو ونثبت عليه عشان ما يفلتش مننا ويدخل جوه يدار جوه العواميد، سلسلة، 3 4 5، فاضل مجموعة كده 1 2 3 4 5، فاضل مجموعة تانية هنعملها، عبارة برضو الخيط نمسكه برضو، 2 عمود، 3 عمود، سلسلة، وبنقفل في منزلقة في تالت سلسلة عندنا بالشكل ده. انا عملت المجموعات بتاعتي اهي، 6 مجموعات، كل مجموعة بتكون من 3 عواميد، تمام. بعد كده هنبدأ الخطوة التانية، وان احنا بنعمل منزلقة في العواميد الـ2 التانيين. اول عمود بنعمل فيه منزلقة بالشكل ده،
وتاني عمود برضو بنعمل فيه منزلقة، وبندخل في الفراغ اللي هي السلسلة اللي في النص وبنعمل منزلقة وبنطلع 1 2 3، وبناخد الخيط وندخل في نفس المكان نعمل عمود 2 عمود سلسلتين 1 2، ندخل في نفس المكان نعمل 3 عواميد تاني 1 2 3، هنعمل سلسلة. يا جماعة الخيط معاه هيبقى ماسك شوية في الفراغ، برضو نعمل عمود برضو والمجموعات من 3 عواميد سلسلتين 3 عواميد. لو الخيط معاكي حاسة ان هو ايدك مسكت شوية او الدايرة بتاعتك قفلت شوية، ممكن بدل تعملي سلسلة تعملي سلسلتين، تمام؟ حسب اللي انت شايفاه معاكي في ان الدور معاكي زبط معاكي او ما زبطش، فانت بتحسبيها زي ما انت عايزة، سلسلة او سلسلتين حسب الخيط معاكي وايدك في الشغل عاملة ازاي، تمام؟ انا بشتغل كل الدور بنفس الخطوة ديت، 3 سلاسل 3 عواميد سلسلتين 3 عواميد تاني، وبعدين بنقفل في منزلقة في ال3 سلاسل دول، وبنعمل زي ما عملنا في الدور اللي قبل كده، بندخل سلاسل منزلقات، نشتغل منزلقة في كل العواميد لغاية لما نوصل للفراغ اللي هو السلسلتين بالشكل ده، ونطلع 1 2 3، وندخل في نفس المكان وبنعمل عمود 2 عمود 2 سلسلة، ندخل نعمل في نفس المكان 3 عمود 2 3 سلسلة، وبنيجي ناخد الخيط وبندخل في الركن نعمل عمود 2 عمود 3 عمود بالشكل ده 2 سلسلة، وفي نفس المكان بنعمل عمود 2 عمود 3 عمود سلسلة، ونعمل كل الأركان بالشكل ده. وزي ما قلت لك لو الخيط بتاعي او ايدك شدت شويه ولقيت الدايره بتاعتك او الشكل السداسي بتاعك مش مظبوط ومش مفروض، ممكن تعملي بدل السلسله اللي بنعملها بين الاركان ممكن تعملي سلسلتين، تمام؟ اهي هكمل كل الاركان الـ6 وهرجع تاني اوريكم الشكل عامل ازاي، تمام؟ كده انا عملت كل الاركان وفاض السلسلة بتاعتي نعملها، ونيجي نعمل المنزلقة في 3 سلسلة، وندخل في العمود اللي وراه بمنزلقة، العمود التاني بمنزلقة، وندخل في الفراغ ونعمل منزلقة، ونطلع 1 2 3، وندخل في نفس المكان عمود 2 عمود 3 عمود، يعني احنا بنزود دلوقتي 4 عواميد 2 سلسلة، وفي نفس المكان بنعمل 4 عواميد بدل الـ6 بنعملهم 8 عواميد، 2 عمود 3 عمود 4 عمود سلسلة، ونيجي هنا في السلسلة دي بنعمل عمود سلسلة تاني، وبندخل في الركن هنا نعمل عمود 2 عمود 3 عمود 4 عمود 2 سلسلة، في نفس المكان نعمل ال4 عواميد بتوعنا اللي بنعملهم في الركن بالشكل ده، وده اخر عمود سلسلة، ونبدأ بعد كده نعمل الاركان كلها زي الطريقة بالشكل ده. اهي عملنا كل الاركان معانا ودخلنا عملنا سلسلة وعملنا منزلقة في 3 سلاسل اخر 3 سلاسل، نيجي نعمل منزلقة في العمود اللي وراها وكل العواميد نعمل منزلقة لغاية لما نوصل للفراغ، ونعمل 3 سلاسل، وندخل نعمل عمود 2 عمود 3 عمود، و3 سلاسل الأولانيين يبقوا 4 2 سلسلة، و4 تاني في نفس المكان. ده تكرار السطر بتاعنا، كل مرة بنعمل الأركان دي 4، خلاص كده الموضوع ده ثابت
بعد كده نبقى ثابتين عارفين ان احنا بنعمل سلسلة، وبنيجي في السلسلة اللي اتقابلنا في الفراغ هنا نعمل عمود سلسلة، وفي الفراغ التاني ناحية التانية سلسلة، يعني قدام العمود ورا العمود بنعمل ايه عمود، وبنعمل سلسلة، وبناخد نعمل في الركن هناك نوصل نعمل 4 عواميد، 3 4، 2 سلسلة، ندخل نعمل 4 تاني، 1 2 3 4 كده. ده الجزء بتاع الدور دوت، ونكمل مع بعض الدور عشان اوضح لكم ال6 اركان بيبقى شكلهم عامل ازاي معايا، ونرجع لكم تاني في الجزء